أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ الأخ أبو عبد الله: هل أستمر على صيغة واحدة في دعاء الاستفتاح أم أنوع في كل صلاة أو في كل فرض؟ تنوع حسب ما ورد من على الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستفتاحات، فتنوع على حسب الوارد، ولا تأتي بشيء من عندك أو مبتكر من عندك أو من عند غيرك.